بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم متابعينا. اليوم عندنا هذا الماطور اللي تشوفوا قدامكم، ماطور ما برده بلاستيك تركي، هذا 8 أقطاب طبعا 350 واط. هذا قدامكم اليوم راح نشوفكم طريقة اللف مالته. هذا هو شكله، تكون القواعد هنا بالأسفل، هذا تشوفوها قواعد مالته تكون بالأسفل والشفت ماله يكون قصير. طريقة اللف ماله طبعا هذا طريقة اللف، وهسه راح اسوي لكم اياها. هذا ملفات الرننج، لان اذا اشوفكم اياها كلية تصير عليكم هوسه. فهذا هسه هذا عندنا الماطور، نجي شلون راح نلفه، نسوي عليه التعديل ونختار القلم. هذا عندنا القلم. اول شيء طريقة اللف مالته راح تكون 1 5، يعني تترك شقد 3 بالنص. هنا ايضا ملفات الرننج 1 5 3 بالنص، 1 5 ايضا 3 بالوسط، 1 5 نتراجع شوية، اللف مالته بصراحة مزعج، 1 5 1 5 1 5 نتراجع 1 5 دائما 3 بالوسط، تراجع. هذا هنا كملت 8 أقطاب، 1 2 3 4 5 6 7 8 أقطاب. هذا طبعا يلف 0 37، يعني قلت 28، العدد مالته 225. هذا ملفات شنو الرننج زين. المكثف مالته طبعا 8 إلى 10 زين. يعني نجي على ملفات الستارت، نختار اللون الأصفر. ملفات الستارت راح يكون ان هناية مجموعة والمجموعة الثانية هناية. طبعا طريقة التوصيل توالي، نهاية بنهاية بداية بداية، اللي ما يعرف هذا الرسم هالشكل، نهاية بنهاية هالشكل وبداية بداية وهكذا. هذا معروف الربط مالته زين. نجي هذا الملف الأول، الثاني راح يكون هناية ويتداخل الثانية ويا من ويا هذه المجموعة وهكذا. هذا الثاني، هذا أيضا هنا الشكل، والثانية تتداخل ويا هاي، وهنا أيضا والثانية. طبعا هذا اللف مالته راح يكون نفس القياس 0 37، العدد مالته 130 130، يعني الخانة صغيرة والخانة كبيرة. هذا الستارت. نكمل وياكم أيضا مجموعة هنا والثانية تكون مشتركة، الثالثة هنا أو الرابعة، وصلنا خامسة سنحسبين، وهاي مشتركة، والأخرى راح تكون هنا، والأخرى مشتركة، وهذه كذلك هنا، وهذه مشتركة. إذا من نحسب الأصفر، الأصفر عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، صار عندنا 8 بـ8. هذا طريقة اللف بكل سهولة، اللي يريد يشوفها. حبينا نوضح لكم إياها. هذا تقريبا 750 دورة اللف ماله، كلش شوية معقد، يضوج، عزم مالته زين قوي. حبينا نوضح لكم طريقة اللف. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.